السلام، مرحبا بكم الناس كل. اليوم باش نقدموا لكم المنتوج الجديد في سامسونج جالاكسي، اللي هو جالاكسي A10S. كما تشوفوا منتوج جديد هبط في سبتمبر 2019. باش نحلوا العلبة قدامكم ونوريكم التليفون الجديد. نبداو نحلوا العلبة قدامكم ونشوفوا المنتوج الجديد نتاع A10S الجالاكسي. فوالا، عندنا التليفون في اللون الأحمر، وعندنا تليفون الآخر نحلوه قدامكم زادا. فتح العلبة، هنا في اللون الأزرق. هنا نشوفوا شنو في الباكو. عندنا الشارجر نتاعو، نلقاو فيه 1.55 أمبير، ماهوش 2 أمبير، 1.55. عندنا الرقم التسلسلي نتاعو، عندنا الكابل نلقاوه يو اس بي عادي، ماهوش تيب سي، كابل الشارج. وعندنا الليكوتور نتاعو، السماعات الأصلية نتاع سامسونج A10S. هلا، هذه هي العلبة نتاعو. هنا نلقاو الكتاب نتاعو، وهنا مفتاح نتاع الشفرة كما تشوفوا فيها هاك الداخل. نحلوا التليفون قدامكم. هنا نلقاو اللون الأزرق الجميل، تليفون تحسه كبير في اليد، مش كيل بكري A10 تلقى أصغر شوية. نعطيكم المواصفات، وهنا جالاكسي A10 في اللون الأحمر، حتى الأحمر مزيان زادا مش خايب. هنا نحلو الهاتف باللون الأزرق، هنا سامسونج جالاكسي A10S. تنعطيكم الفرق زادا بين الجالاكسي A10S و A10 العادي القديم. نشوفوا شنو اللي زاد بين الزوز تليفونات، شنو الحاجات اللي زادوهم. خلي تحل الهاتف، ولا نعديو المراحل هذوما باش الهاتف يتحل. نعملو ديما سويفون سويفون، بعد اعمل الكونت نتاعك وريقل امورك وحدك من بعد. كما نشوفوا الهاتف تحل قدامكم، فوالا اول مره نشوفه معاكم انا زادا. فوالا ندخلوا على البارامتر ابروبو دو تيليفون، فوالا هذاك الرقم التسلسلي نتاعو. فوالا توا نحكيو على الهاتف A10S. هنا عندنا زوز تليفونات، واحد احمر واحد ازرق. هنا نحطوه قدامكم هكا، خلي السادة النظارة
يتبعونا به. عندنا في بالنسبة للحجم نتاعو في نتاع الشاشة عندنا 6.2 بوص، هذا هو الحجم الجديد نتاعو 6.2 معاش 6.2. بالنسبة طول الشاشة فيها 156 ملليمتر. بالنسبة للعرض عندنا 75 ملليمتر. بالنسبة للجود نتاع التليفون كما تشوفوا جويد 7.8 ملليمتر. بالنسبة للوزن نتاعو 168 غرام، خفيف التليفون ماهوش رزين. كما تشوفوا عنا من القدام غلاس بلار، ومن التالي عنا بلاستيك من التالي كما تشوفوا الظهر نتاعو من الخلف بلاستيك. عنا نجم نحطولو دوبل بيوس شفرتين على الجانب، في الجنب على يسار الهاتف خرجوا سيبور كما تشوفوا قدامكم، باش نوريكم كيفاش نجم نحطوا الشفرة. عندنا سيبور قدامكم زوج شفرات، وهنا عندنا بقعة كارت ميموار. تنشوفوا قداش الذاكرة الداخلية بعد شوية قداش نجم نحطوا كارت ميموار. تعداو الليكرون المرة هذه عاملينها اي بي ال سي دي، ماهيش اموليد، ضعفوا فيه شوية الهاتف ملي كان في الجالكسي A10 العادي كان اموليد، ردوه توا اي بي اس ال سي دي. 16 مليون كولور. بالنسبة للرزوليسيون تاع الليكرون 720x1520 بيكسل. بالنسبة لاندرويد اللي تشوفوا فيه توا موجود اندرويد 9 بي، ان شاء الله في اول عام في 2020 باش تبدل اندرويد 10. نشوفوا توا البروسيسور نتاعو شنو محطوط فيه. البروسيسور نقاو اوكتا كور 2 جيجا هرتز، الكورتكس A53 باهي مش خايب، مش متى واحد شي هابط جو ولا حاجة مش رزين باهي. بالنسبة للذاكرة الداخلية شنا نلقاو فيه 32 جيجا كما تشوفوا 32 جيجا. نقاو مستعمل منها سيستم 9.6 ولا متبقي 22.4 جيجا سباس ديسبونيبل، ذاكرة المتبقية. بالنسبة للرام، الرام نلقاو 2 جيجا رام كيما تشوفوا، ولا لحظة برك، ولا السيستم مستعمل 1 جيجا على 2. باهي نتعداو توا للكاميرا كيما تشوفوا صورة ممتازة 13 ميجا بيكسل. نلقاو فيها مود بورتري هنا، عندنا البرو، وعندنا بانوراما هنا، وعندنا الفيديو كالعادة 1080 بيكسل. نلقاو بالتالي 13 ميجا بيكسل. نلقاو المرة هذه زوز كاميرات معاش كاميرا واحدة اللي هي من الفوق 13 ميجا بيكسل،
بالنسبة للوايد كاميرا الأولى. بالنسبة للكاميرا الثانية فيها 2 ميجا بكسل اللي هي ديث سنسور، كاميرا الثانية. الكاميرا الأولى 13 يعني 15 جملة، عنا ليد فلاش، عنا الهاش دي اير زادا نلقاوه. شوفوا توا سيلفي هنا، كاميرا سيلفي كما تشوفوا قاعد نصور فيكم انا بال A10S، تصوير نتاعو سيلفي مش خايبه، فيها 8 ميجا بكسل. ولا شو فيها فيديو زاد سيلفي مود بورتري سيلفي زاد 8 ميجا بكسل، مش خايبه باهي، حلوه حلوه مش خايبه باهي. عندنا بالنسبه للحاجه اللي زادوها زاد عندنا البصمه كما تشوفوا، زادوه A10S البصمه، زادوه زوز كاميرات، قلنا هذه تو الفرق، زوز كاميرات وبصمه، زادوه البصمه. وعندنا فيس لوك زاد موجود من البكري. الباتري، الباتري نقاو فيها 4000 مليون امبير، زادوها زادوا قووا فيها شويه الباتري بما انه الحجم زاد كبار شويه، زادوا في الباتري كبروا فيها شويه ردوها 4000 مليون امبير. فاست شارجينج ما فيهش. بالنسبه للشارجير قلنا يو اس بي ماهوش تيب سي، نلقاو كالعادة الواي فاي بلوتوث 4G 4G راديون. السعر المتوفر في تونس 499 دينار، خلاو نفس السعر متاع A10 اللي هو 499 دينار، 500 دينار معناتها، وزادوه البصمة وزادوه كاميرا أخرى من لوتا، ردوها زوز كاميرات وخليه نفس السعر اللي هو A10S 499 دينار. ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم يا سادة النظارة، وشكرا على المتابعة، والى اللقاء، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل ما هو جديد. باش نعملوا زادة في فيديو قادم الفرق بين جالكسي A10S وهواوي Y6 2019. شكرا على المتابعة والى اللقاء.